الشوط الخامس وهو الخاص باللقاء يا البكار. المحليات الأصايل المملوكة لأصحاب السمو الشيوخ في ختام هذه الأمسية من أمسية ختام تمهيدي المرموم. ينطلق هذا الشوط بحفظ من الله وتوفيقه. نسير مشاهدينا متابعينا الكرام نتابع الصدارة، نتابع البداية. وأرهني سلهود، أرى سلهود من قادة المجموعة بشعار سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم ومطر بن سيف بن لاحج في عملية تضميرها وتدريبها. هزر تتسلل مع المركز الثاني التابع لهجن العاصفة والواثق حمد بن راشد بن غدير المضمر الواثق مقدراته دائما مع هذه الانطلاقات المتميزة. ومع المركز الثالث أراهني شواهين شعار سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم والمحنك سعيد بن راشد بن غدير في المتابعة. نتابع المركز الرابع، نتابع المركز الرابع والقدوم من هملوله لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقيادة الكابتن خليفة بن سالم بالصقعة. من يتابع انطلاقة هملوله اللي انطلقت مع المركز الرابع وفي طريقها إلى الصدارة. خامس التحديات أراهني الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن سالم النيبي مضمرها. ومع المركز السادس أرى التسلل من وجود، أرى التسلل من وجود التابعة لهجن العاصفة الواثق حمد بن راشد بن غدير في عملية التضمير والمتابعة. ومع المركز الثامن، المركز الثامن أراهني برهان تتسلل في هذه اللحظات لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم والمحنك سعيد بن راشد بن غدير. من يتابع انطلاقة برهان مع المركز الثامن. تاسع التحديات تنخلي لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم علي بن هزيم المسافري. من يتابع انطلاقة تنخلي. ومع المركز العاشر أرى التحديات من سلهودة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن رايد المكتوم مطر بن سيف بن لاحج. من يتابع انطلاقة سلهودة مع المركز العاشر. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، ندان الأول للعشر المراكز الأولى. ولكن نعود مع الصدارة، نتابع نتابع التغيير. يا سلام اللي طرى وجرى على المقدمة. أرهني هزر، أره هزر انطلقت بالصدارة، انطلقت بالمقدمة بهذا الشعار، شعار هجن العاصفة وقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير. المركز الثاني أرى التحديات من شواهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم والمحنك في المتابعة سعيد بن راشد بن غدير. وجود تتسلل مع المركز الثالث التابع لهجن العاصفة يقدمها الواثق حمد بن راشد بن غدير. الكوكبة الثلاثية على مقدمة هذا الشوط. يا سلام المثلث الذهبي، المثلث الذهبي اللي يحتضن هذه النجوم. يا سلام من اللقاية البكار المحليات الأصايل. المركز الرابع أرى التحديات من الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن رايد المكتوم سعيد بن سالم النيبي مضمر. ومع المركز الخامس أرى التحديات من سلهودة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم مطر بن سيف بن لاحج متابعا لانطلاقة سلهودة. ومع المركز السادس، المركز السادس أراهني برهان تتسلل مع المركز السادس لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم وسعيد بن راشد بن غدير. من يتابع، من يتابع هذا الانطلاق. المركز السابع أرى انخلي لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم وبقيادة المكتشف علي بن هزيم المسافري. بينما إذا انطلقنا مع المركز الثامن أرى التسلل، أرى التسلل من شواهين التابعة لهجن العاصفة والواثق حمد بن راشد بن غدير. من يتابع انطلاقة شواهين. ولكن نعود مع الصدارة، نتابع بداية هذا الشوط. يا سلام أراهني وجود، أرى وجود ترقص على أرض الجود تندفع بناموسي هذا الشوط. اندفاع، اندفاع رائع، اندفاع رائع، اندفاع متميز. وجود، وجود، وجود تثبت وجودها على مقدمة هذا الشوط. باعدت المسافة، باعدت المسافة. اللحظات الأخيرة والمنظر، المنظر، المنظر من عدسة البرج. يا سلام، يا سلام، يا سلام. وجود
يعود على الصدارة، ولكن هزر 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 تتسلل في اللحظات الأخيرة. وجود وهزر، تهاني للهجن العاصفة على التألق مع وجود ومع هزر مع المركز الأول المركز الثاني المركز الثالث شواهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم، المركز الرابع من هجن العاصفة، والمركز الخامس الهودة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للخمس المراكز الأولى. نعود بالتوقيت الزمني ولحظات وصول وجود إلى خط النهاية بعدما أثبتت وجودها بكل قوة حتى اللحظات الأخيرة. 6 دقائق 11 ثانية، 6 أجزاء من الثانية توقيتها الزمني. تهانينا لهجن العاصفة والتهاني للواثق حمد بن راشد بن غدير. هزر تصل مع المركز الثاني 6 دقائق 12 ثانية بالوفاء والتمام. تهانينا لهجن العاصفة والتهاني للواثق حمد بن راشد بن غدير. بينما الأسرة مع المركز الثالث شواهين تقطع المسافة في فترة زمنية مقدارها 6 دقائق 12 ثانية، 3 أجزاء من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم، والتهاني أيضا موصولة للمحنك سعيد بن راشد بن غدير. تتواصل الأشواط مشاهدينا متابعينا الكرام شوطا تلو الآخر في هذا المساء الجميل بهذه التحديات الرائعة بهذه